بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، سفينة النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وشرع لهم الاجتماع وعدم التفرق، والاجتماع يكون على الإيمان والعقيدة الصحيحة والالتزام بأوامر الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، التمسك بالأخلاق الفاضلة الصفات الحميدة. هذه مقومات الاجتماع، الاجتماع النزيه الصحيح الذي تجتمع فيه الأبدان والقلوب. وأما الاجتماع الذي يكون للأبدان فقط دون القلوب فإنه لا يستمر ولا يفيد، كما قال الله جل وعلا في الكفار والمنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالاجتماع الذي شرعه الله وأمر به هو اجتماع القلوب واجتماع الأبدان على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى الأخلاق والسلوكيات الطيبة. هذا هو الاجتماع، وهو الذي اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاجتمعوا على الاعتصام بحبل الله عز وجل والعمل بشريعته وأداء الفرائض وتجنب المحرمات، هذا ما اجتمعوا عليه، كما قال تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاجتماع: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كذلك ليس الاجتماع لطلب المال والطمع، فهذا اجتماع سرعان ما يتفرق، وإنما الاجتماع المبني على الإيمان وعلى الاعتصام بحبل الله جل وعلا، هذا هو الاجتماع الذي يثبت ويستمر ويفيد. ولكن لما كان من طبيعة البشر أنه لا بد أن يحصل في هذا الاجتماع شيء من المخالفات من السفهاء وضعاف الإيمان، شرع الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر السليمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاعتصام، الأمر بالاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه، قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، الدعوة عام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو داخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأثنى على الذين
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من الأمم السابقة. فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وذم الله ولعن الذين لا يتناهون عن المنكر، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. فهذه الأمة ميزها الله سبحانه وتعالى بميزات عظيمة، من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ضمان بقائها. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بزوالها، كما قال الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة لما ذكر هلاكهم في سورة هود، قال سبحانه وتعالى لما ذكر هلاك الأمم السابقة في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني لو كان فيهم هؤلاء لنجوا ولما حصل عليهم هذا الهلاك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فدل على أنه عند نزول العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهذه عقوبة المجتمعات التي تترك وتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات النصر ومن مقومات بقاء الدولة، مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنهما عظيم ومقامهما جليل، وهما صمام الأمان للمجتمع المسلم. فإذا تركه مجتمع من مجتمعات المسلمين حل بهم ما حل بالأمم السابقة من الدمار والزوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله جل وعلا ميز المؤمنين من المنافقين بميزات، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمعاصي والفساد والحرية
كما يقولون، وعدم كبت الحرية، لأن عندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبت للحريات ومصادرة لآراء الآخرين ووصاية على الناس كما يقولون. هذه الشبهة الشيطانية التي يدلون بها، ولا يعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحرية الصحيحة، وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو البهيمية الضائعة. فالحرية الصحيحة هي المتحررة، هي المتحررة من السوء ومن الخزعبلات ومن السفاهات ومن الضياع، هذه هي الحرية الصحيحة، تحرر من الشهوات الباطلة، شهوات النفوس، تحرر من وساوس شياطين الإنس والجن، تحرر من الآراء والأفكار المنحرفة، هذه هي الحرية الصحيحة. مصادرة للآراء، نعم يجب أن تصادر الآراء الفاسدة كما تصادر السلع المتعفنة، كما تصادر السلع المتعفنة والفاسدة، ولا تترك تورث الأمراض في المجتمع. وأما الآراء الصائبة والآراء الصحيحة فإنها تؤيد وتمكن. أما الوصاية على الناس، نعم الله أوصى جل وعلا، أوصانا، أمرنا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن نقول هذا من النصيحة، وليس هو من الوصاية على الناس بالمعنى الذي تريدون، وإنما هو وصاية صحيحة لصالحهم. يقولون: هذا تدخل في أمور الناس. نقول: نعم، هذا تدخل لإنقاذهم، هذا تدخل لصالحهم ولإنقاذهم من الهلاك، ولو لم نتدخل لهلكوا. فنكون نحن المسؤولين عن تركهم، كما لعن الله بني إسرائيل لما تركوا سفهاءهم. فهذا تدخل مشروع وهو لصالحهم. أرأيتم لو أن حريقا شب في بيت من البيوت، هل نتوقف نقول ما ندخل بيوت الناس؟ بل يجب أن نبادر وأن ندخل البيوت لأنقاذ من فيها من الهلاك. فهذا تدخل مشروع، تدخل محمود في شؤون الذين يريدون الهلاك لهم ولمجتمعهم، فهو تدخل لصالح الجميع. وتجدونهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالسفور وينهون عن الحجاب، يأمرون بترك صلاة الجماعة وينهون عن صلاة الجماعة في المسجد، ويقولون إنها ليس لها أصل، كل يصلي في أي مكان، ينهون عن عزل النساء عن الرجال ويأمرون بالاختلاط بين الرجال والنساء. فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذه طريقتهم، ولكل قوم وارث. فهؤلاء هم ورثة الذين قال الله فيهم: المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هو ما نسمعه ونراه الآن من بعض السفهاء الذين يريدون القضاء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاق الأمر والحريات للناس حتى يهلك المجتمع عن آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك صفات المؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انظر الفرق: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعضا في الشر والضلال. أما المؤمنون والمؤمنات فبعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا بالمحبة، ويتولى بعضهم
بعضا في الإعانة على الخير والتواصي بالصبر والتواصي بالحق، فأخوك أنت وليه وهو وليك. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يسترون عوراتهم ويقضون حاجاتهم وينصرونهم على من أرادهم بسوء، فهم أولياء بعضهم لبعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أولياء بعض يأمرون بالمعروف، أما المنافقون فينهون عن المعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله العافية. انظر الفرق بين الفريقين وانظر جزاء الفريقين، هؤلاء مع الكفار في نار جهنم، وهؤلاء وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وانظر كيف جعل الله من النساء منافقات يأمرن بالمنكر، وجعل من المؤمنات من يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، وهذا شيء مشاهد. تجد هناك نساء منافقات ينهين عن المعروف ويأمرن بالمنكر والعياذ بالله، وتجد هناك نساء مؤمنات يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. ومما يدل على أن النساء مثل الرجال في هذا أنهن يجب عليهن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرجال، لكن في مجالاتهن، في بيوتهن مع أولادهن وبناتهن ومع أخواتهن، مرن بالمعروف وينهين عن المنكر، عليهن واجب كما على الرجال واجب في ذلك. فهذه أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بقوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا سفينة هم في لجة وفي بحر ولا نجاة لهم إلا بركوب هذه السفينة. فكذلك المجتمع يكون في لجة من الفساد والمعاصي والسيئات لا نجاة منها إلا بركوب هذه السفينة. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، يعني اقترعوا، ما لهم نجاة إلا في هذه السفينة، وإلا تأخذهم الأمواج، أمواج الفتن وأمواج الكفر والضلال، وتلقي بهم في جهنم، لا نجاة إلا في هذه السفينة. لكن السفينة على طبقتين، ولا شك إن كل واحد يريد الطبقة العليا، فما في حل إلا القرعة، فمن ظهرت له القرعة صار في الطبقة العليا، ومن لم تظهر له صار في الطبقة السفلى. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وهم أهل الخير والعلماء وأهل الإيمان الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنهم هم أهل الرفعة الدنيا والآخرة، أصابوا أعلى السفينة، والذين دونهم من العصاة والمذنبين وسفهاء الأحلام يكونون في الطبقة التي تحتهم. تبقى مشكلة الماء، يحتاجون إلى ماء، فأهل الدرجة العليا ليس عندهم مشكلة، يأخذون من الماء متيسر لهم، لكن أصحاب الطبقة السفلى لا بد أن يصعدوا إلى الطبقة العليا ليستقوا الماء، لا بد أن يصعدوا ليأخذوا الماء من الطبقة العليا. لكن يحصل على أهل الطبقة العليا شيء من الأذى، من نثر المياه ومن تخطي ومن، لكن يصبرون على ذلك، يصبرون على ذلك لعقليتهم وإيمانهم، يصبرون على ذلك. أهل الطبقة السفلى يشق عليهم أنهم يصعدون
كل مرة يريدون الماء، ففكروا يشق عليهم أنهم يحصل منهم شيء من الأذى لمن فوقهم، فكروا في أنهم يخرقون خرقا في نصيبهم في أسفل السفينة ولا يؤذون من فوقهم، هذا من السفه، لأنها إذا خرقت السفينة غرق الجميع، دخل الماء وغرق الجميع، ويقولون هذا ملكنا وهذا نصيبنا نتصرف فيه كما يقوله السفهاء الآن تماما، لسنا بحاجة إلى الطبقة العليا من العلماء ومن أصحاب الرأي ومن أصحاب السلطة، نحن أحرار تصرف، نحن أحرار نتصرف ونفعل ما نشاء، لماذا تربطوننا بأهل العلم وتربطوننا برجال الحسبة وتربطوننا بولاة الأمور ونحن عقلاء نتصرف؟ فمثل هؤلاء أصحاب السفينة يريدون خرقها، فلو أن الذين في الطبقة العليا تركوهم يخرقون السفينة لغرقوا جميعا، كذلك هؤلاء لو تركوهم يفسقون ويعصون ويعملون الأعمال السيئة، هذا خرق السفينة، هذا خرق السفينة، فلو تركوهم لنزلت العقوبة على الجميع، كأصحاب السفينة لو تركوهم يخرقونها لغرق الجميع. قال: فإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. هذا مثال واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم، هذا مثال واضح جدا في أن الناس لا بد أن يكون فيهم عقلاء وعلماء وولاة أمور يأخذون على أيدي السفهاء لئلا يهلك المجتمع كله عن آخره، لأن العذاب إذا نزل فإن الجميع يهلكون، إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه ينجو، أما من سكت ولو لم يفعل المنكر ولو لم يترك الواجب لكنه سكت فهذا يهلك مع الهالكين، يهلك مع الهالكين، كما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن التي تكون في آخر الزمان، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث ولم ينكر هلك الجميع. والله ذكر عن بني إسرائيل وأصحاب السبت لما نزل العذاب لم ينجوا إلا الذين ينهون عن السوء، وأما الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هؤلاء لم يذكر الله أنهم نجوا، فيدل على أنهم هلكوا مع المجرمين، نسأل الله العافية. فالحاصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما صمام المجتمع، لكن كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين يزيلون المنكر ويغيرون المنكر باليد، وهم أصحاب السلطة من ولي الأمر ومن خوله ولي الأمر من رجال الحسبة، فهؤلاء يغيرون المنكر باليد لأن الله أعطاهم السلطة، فيغيرون المنكر باليد ويزيلونه باليد، ويؤدبون من تمانع عن ذلك أو تمادى في ذلك يؤدبونه. ومن أصحاب السلطة أهل البيوت، فصاحب البيت له سلطة على من في بيته، قال صلى الله عليه وسلم: وصاحب البيت راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالمسؤول عن أهل البيوت هم القائمون عليها، ولاة الأمور ما يدرون عنها، ما يدرون عنها ولا يتدخلون فيها، وإنما أمرها لرعاتها وهم القائمون عليها. صاحب البيت راع
على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لم يقتصر على قوله قوا أنفسكم، بل قال وأهليكم، يعني وقوا أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فجعل مسؤولية الأولاد على الآباء، يتدرجون معهم ويربونهم ويأمرونهم ويؤدبونهم إذا اقتضى الأمر، لأنهم يملكون هذا، وسلطهم الله على من تحت أيديهم في أن يأخذوا على أيديهم ويربوهم التربية الصحيحة. ومن ثم لا يجوز لصاحب البيت أن يقر المنكر في بيته، فكيف إذا جلب المنكر، هو إذا جلب المنكر لبيته وجعله بين أولاده ونسائه من الفضائيات والإنترنت الفاسد والصور الخليعة والماجنة وجعلها في بيته، هذا خائن، هذا خائن لرعيته، نسأل الله العافية. هذا الصنف الأول، وهم الذين يزيلون المنكر بأيديهم. الصنف الثاني الذين ليس لهم سلطة، فهؤلاء ينكرون المنكر باللسان، بمعنى أنهم يبينون للناس الحلال والحرام والطاعة والمعصية والمعروف والمنكر بما أعطاهم الله من العلم، فيبينون للناس وينصحون ويعظون ويذكرون ويبلغون ولاة الأمور، يبلغون أصحاب اليد، يبلغونهم بما يحصل من المنكرات في الأمكنة حتى يعملوا نحوها ما يجب، فيبلغون الحسبة، يبلغون ولاة الأمور. هذا من الإنكار باللسان، من الإنكار باللسان. فإذا لم يكن يقدر لا على التغيير باليد ولا على التغيير باللسان، فإنه ينكر بالقلب، ينكر المنكر بقلبه ويكرهه ويكره أهله ويعتزلهم ولا يختلط بهم، ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس وراءه من الإيمان حبة خردل. فإذا أنكر المنكر بقلبه ابتعد عن أهل المنكر وابتعد عن أهل المعاصي ولم يختلط بهم حفاظا على دينه. أما إذا كان يخالطهم ويؤاكلهم ويشاربهم ويجالسهم ويساكنهم، فهذا دليل على أنه لم ينكر المنكر بقلبه، وأنه ليس في قلبه إيمان ولا حتى ميزان حبة خردل، نسأل الله العافية. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا لقي أحدهم أخاه على المعصية نهاه، ثم يلقاه مرة ثانية فينهاه، ثم بعد ذلك يتسامح معه ولا يمنعه أن يكون أكيله أو جليسه أو شريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فالخطر شديد والأمر عظيم، ولا يصلح المجتمع إلا بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا هذه الدولة، ولله الحمد، في جميع أطوارها، الدولة الأولى والدولة الثانية والدولة الثالثة التي نعيشها، كانوا يهتمون بهذا الجانب، يهتمون بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ورسائلهم وتوجيهاتهم وأوامرهم موجودة. وهذه الدولة من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أسسها، جعل جهازاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمثل في رئاسة الهيئات، فهذه علامة النجاة وعلامة الخير. فالواجب أن نساعد هذه الهيئة وأن نعاضدها وأن ندعو لها بالتوفيق، وأن ندافع عنها الذين يغمطونها ويتكلمون في حقها كإخوانهم من المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نسأل الله العافية والسلامة هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجتمع المبارك، وأن يبقي هذه الميزة وهذه الصفة لتكون صماماً للأمان لهذه الدولة المباركة، وأن يبعث لدينه ناصرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الله أجرك يا شيخنا ورفع الله قدرك. شيخنا سيل من الأسئلة، فنستأذن فضيلتكم في عرض بعض منها. سائل يقول: رأينا بعض الشباب يغلب الاحتساب على طلب العلم، والبعض يغلب جانب طلب العلم ويترك الاحتساب والدعوة إلى الله، فهل من كلمة عن الاتزان والجمع بين طلب العلم والحسبة والدعوة إلى الله؟ الحمد لله، نحن ذكرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والحمد لله موجود جهاز للهيئات يقوم بهذا الأمر، فعليك أيها السائل أن تطلب العلم أولاً، أن تطلب العلم أولاً، ولا مانع أن تتعاون مع رجال الحسبة بما تستطيع مما لا يؤثر على طلبك للعلم. إذا كان عندك بقية وقت فإنك تتساعد معهم وتبلغهم عما تعلم من الأمور لأجل أن يتابعوها. أما أن تترك طلب العلم وتقبل على الحسبة فطلب العلم أهم، لا سيما وأن الحسبة لها ولله الحمد جهاز قائم يتولاها. نعم. أحسن الله إليكم. وسائل يقول: شاع عند كثير من الناس أو بعض الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محصور في المعاصي دون البدع والمحدثات، فهل من توجيه لهذا الخطر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل ما هو معروف وكل ما هو منكر، وأشد المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم البدع في الدين، ثم المعاصي التي هي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. ففي رأس المنكر الشرك بالله والبدع، فلا بد من معالجتها ولا بد من مقاومتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط عند الإنكار على مظاهر الفساد التي أراها في وسائل الإعلام والأسواق إذن السلطان، أم أن ذلك لكل مسلم؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، السلطان يستطيع تغييرها باليد، وأما أنت فتستطيع تغييرها باللسان بأن تبلغ ولاة الأمور، وأيضا تناصح القائمين على وسائل الإعلام، تناصحهم وتعظهم وتذكرهم وتبين لهم أنهم في عملهم هذا يدخلون في الذين يشيعون المنكر ويروجون المنكر بين الناس، فأنت تناصحهم، تناصح الإعلاميين وتعظهم وتذكرهم مع تبليغ المسؤولين عن هذه الأمور، من أجل أن ينزه الإعلام عنها، أن ينزه وسائل الإعلام عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون دورنا في دعم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون معها بما يحقق المصالح الشرعية؟ يكون بالنصيحة وإبلاغهم عما يقع، لأنهم بشر قد لا يدركون كل ما يقع في المحلات، فأنت تبلغهم عن ما رأيت وما سمعت من المنكرات
وتصف لهم المكان الذي هي فيه بعد التثبت من ذلك، ثم هم يقومون بواجبهم، وأنت تبرأ ذمتك إذا بلغتهم وبينت لهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم بمن يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فلا ننكر في مسائل كشف الوجه ولا الأمر بوجوب الصلاة في المساجد لأنها مسائل خلافية؟ الله شرع لنا الدين وأمرنا باتباع الكتاب والسنة، لا اتباع الخلاف والآراء. نعم، الآراء موجودة والخلاف موجود، لكن نأخذ ما دل عليه الدليل، وما خالف الدليل فهو منكر، لا يجوز الأخذ به وهو مخالف للدليل. والحجاب أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى من خالف في ذلك، لأنه إما عن اجتهاد وهو شأن العلماء فإنهم يجتهدون فقد يصيبون وقد يخطئون، وإما عن هوى، وإما أن يكون هذا الخلاف عن هوى ومحبة للشر فلا ينظر إلى هذا الخلاف. ما خالف الدليل فإنه لا يؤخذ به، بل يجب الأخذ بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. والحجاب دل عليه الكتاب والسنة كما بين ذلك ووضح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ابتليت هذه البلاد الكريمة بتيارات العنف والغلو والتي تريد إيجاد القلاقل في البلد، وفي المقابل وجد تيار يريد تحويل البلد إلى فساد وانحراف وبيد أولئك وسائل إعلامية مؤثرة، فكيف يكون الاحتساب على أولئك الذين يريدون غرق السفينة؟ كما ذكرنا أن هذا يعالج، الغلو والتطرف يعالج بالتعليم والإرشاد والنصيحة، أو إذا اقتضى الأمر بالضرب على أيدي هؤلاء بالعقوبة الرادعة. وأما الطرف الثاني وهم أهل الفساد، فهؤلاء لا بد من معالجة وضعهم بالنصيحة، بالموعظة، بالتذكير، بالبيان، فإذا لم يجد هذا فلا بد من إبلاغ المسؤولين وولاة الأمور لأخذ على أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نصيحة لطيفة منكم سماحة الشيخ اتجاه القنوات الشعوذة والسحر. السحر والشعوذة والكهانة كلاهما أمور من أمور الكفر، من أمور الكفر. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه ونشره، والكهانة كذلك، وهي ادعاء علم الغيب، ادعاء الاطلاع على المغيبات والإخبار عن المغيبات، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والكهان لا يعلمون الغيب وإنما يتعاملون مع الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فهؤلاء يتعاملون مع الشياطين، فتخبرهم الشياطين عن أشياء لا يعلمها الإنس، وهذا كفر، لأن التعاون مع الشياطين كفر بالله عز وجل. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفضائيات هذه تنشر الكفر والضلال وادعاء علم الغيب، وتريد إفساد عقائد المسلمين، فهي غزو مركز لإبطال عقيدة المسلمين. فالواجب الحذر منها والتحذير منها، وألا تدخل بيوت المسلمين، وأن يحاربوها ويقاطعوها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هاخونا فيقول: هل يطلق على من يأمر بالسفور والاختلاط بالنفاق؟ بلا شك إنه نوع نفاق، يأمرون بالمنكر، والسفور منكر، وينهون عن المعروف وهو الحجاب، هذه صفة المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يكثر في هذه الأيام في الصحف الكلام عن فتح أندية نسائية وإدارة معنية في إحدى الجهات بالرياضة، فما موقف الشرع من ذلك؟ نعم، هذا من صفات المنافقين، يأمرون بالمنكر، النوادي النسائية، وأن النساء تخرج من بيوتها وتمارس الرياضات، تلبس الملابس غير المحتشمة، وقد يكون هذا بمشهد من الرجال، أو تدريب للنساء على عدم الحياء والوقاحة وقلة الحياء، كل هذا من
من أوامر المنافقين ومن آراء المنافقين، فعلينا أن نقاوم هذه الأفكار وأن ندحرها ونردها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان في بيتنا إخوة يشربون الدخان وأنكر عليهم ونحن في بيت واحد، فماذا أفعل؟ هل أجلس؟ وإذا كان هذا المدخن أبي، هل أجلس معه؟ لا، عليك بالنصيحة ولا تجلس معه وهو يدخن، عليك أن تغادر المكان ولا تجلس فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للأفراد في غير المملكة أي خارج البلاد إنكار المنكر باليد إذا أمنت الفتنة، وأن يؤدي إنكار المنكر بدون حصول مفاسد؟ ما يمكن هذا، ما يمكنونك أنك تأمر باليد في بلادهم، هذا ما يمكنونك منه، عليك خطر من شرهم، لكن يبقى باللسان، بالنصيحة، بالموعظة، بالتذكير، بالتدريس، بيان الحق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه عدة أسئلة، لكن هذا أحدها يسأل، يقول: أسكن في مجمع الشقق وبعض الشقق لا يصلون، يسمعون الأذان ولا يصلون، وقد احتسبت عليهم وأنكرت عليهم ولكن لم يستجيبوا، فهل برئت ذمتي؟ لا تسكن معهم، تبرأ ذمتك إذا فارقتهم وسكنت بعيدا عنهم، فأنت نصحتهم، ولا أدري هل بلغت عنهم، لا بد أن تبلغ عنهم، أقرب مركز من مراكز الحسبة، فإذا استمروا ولم يجدي هذا فلا تسكن معهم يا أخي، ابحث عن سكن نزيه بعيد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح مسألة تهذيب اللحية فيما هو أكثر من قبضة اليد حتى يظهر المسلم بصورة حسنة تحبب الآخرين في الإسلام. تهذيب اللحية هذا ليس من الدعوة إلى الله، هذا من المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها وإرسالها، ولا تحتاج إلى تهذيب، الله جل وعلا هو الذي جملها وهو الذي جعلها في هذا المكان، فلا تحتاج إلى تهذيب. إن كان تنظيف تنظفها من الأوساخ أو تضع فيها الطيب أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما التهذيب فالله هذبها وركزها وجعلها في المكان اللائق، وجعلها عضوا من أعضائك تجمل وجهك وتفرق بينك وبين المرأة، وليست ثقيلة حتى إنك تخفف منها كما يقول بعضهم، هي ليست ثقيلة، فهذا من كيد الشيطان، مسألة تهذيبها وحفها وأخذ ما زاد على القبض، هذا ما ثبت، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه الأمر بإعفائها وإرسالها وإكرامها، أما الحديث الذي فيه الأخذ ما زاد عن القبضة فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله حينما يتحلل من النسك من حج أو عمرة، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه لا يوافق عليه ولا يفعله دائما، وإنما يفعله عندما يتحلل من نسك ولا يوافق عليه، لأنه اجتهاد اجتهده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الذين يأمرون بالمنكر أو ينكرون على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فكيف نرد عليهم؟ ترد عليهم بآخر الآية: إذا اهتديتم، ومن الاهتداء أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكن مهتديا، هذه ناحية. الناحية الثانية أن أبا بكر سئل عنها أو قال: إنكم تنزلون هذه الآية على غير منزلتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه إلى آخر الحديث، فهذه ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما معناها أن تراعي نفسك أولا، أن تراعي نفسك أولا، ثم أيضا إذا وقع الناس في المنكرات فلا تجارهم وتقول: أنا بفعل مثلهم، عليك نفسك، لا تنظر إلى أفعال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟ هل بالجلوس وأنا متضايق من هذا المنكر؟ بأمرين: بكراهية المنكر وأهله والابتعاد عنه، لا بد من الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوان إذا أنكرنا عليهم النغمات الموسيقية الصادرة من هواتفهم المحمولة قالوا هذه ليست موسيقى وليست نغمات موسيقية، فما هو الضابط الذي يعرف به أن هذه موسيقى أو غير موسيقية؟ اسأله ما هي الموسيقى، اللي يقول أن هذه ما هي موسيقى اسأله ما هي الموسيقى. هذه هي الموسيقى، هذه قسم منها، لأنها نوع من المعازف والعزف والأصوات المطربة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سؤال يا صاحب الفضيلة: هل كل علم نافع من الطب والهندسة وعلم اللغات وغيرها من العلوم النافعة يسمى علما شرعيا يدخل في أجر وثواب الأحاديث الواردة في تعلم العلم؟ لا يسمى علما شرعيا، لكن يسمى من الحاجات للمسلمين، مما يحتاجه المسلمون من العلوم، من العلوم التي يحتاجها المسلمون، العلوم الدنيوية، ما هي بالعلوم الشرعية، من العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون، فيؤجر الذي يتعلمها والذي يستعملها في صالح المسلمين يؤجر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نريد جوابا واضحا وصريحا حول من يقول بأن الرقية بالقرآن لا تصح من غير دراية بالطب النفسي، وأن كل شخص ولو كان عالما ليس بمؤهل لها حتى يرتبط بعلم النفس. هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ، فالقرآن شفاء ونافع، ولم يربطه الله بعلم النفس. الله ما ربط القرآن بعلم النفس، أو الرقية ما ربط الرقية بالقرآن بعلم النفس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربطه بعلم النفس، بل كان يرقي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يأمر بالرقية للمحتاجين، ولم يربطها بعلم النفس. فكيف نقيدها بشيء لم يقيدها به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لماذا حذر السلف الصالح رحمهم الله من القصاصين على الرغم من كثرة أتباعهم؟ حذروا من القصاصين يعني الوعاظ، لأنهم في الغالب يريدون التأثير على الناس، فلا يتثبتون في القصص والأخبار، فيأتون بكل ما قرأوا بدون تثبت، ويذكرون الأحاديث قد تكون موضوعة أو ضعيفة ولا يتثبتون منها، لأن همهم التأثير على الناس. فلهذا نهى السلف عن القصاصين، لأنهم لا يتثبتون في الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ابني عمره 7 سنوات، هل آمره بصلاة الفجر في المسجد؟ كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أولادكم بالصلاة ل7، تأخذه معك للمسجد ليتدرب وليتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع من السنة أم من البدعة؟ قبض اليدين بعد الركوع مثل ما هو قبل الركوع، لأن كلا الأمرين قيام، كلا الأمرين قيام، فيقبض يديه بعد الركوع هذا سنة، كما يقبضهما قبل الركوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: بعض الكتاب يقول أن قضية خلق القرآن من التوافه، وأن الله لن يسألنا يوم القيامة، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا هو التافه في الحقيقة، اللي يقول هالكلام هو التافه، وأما خلق القرآن فهو كفر والعياذ بالله، القول بخلق القرآن كفر، ولذلك أنكره الإمام أحمد والأئمة غاية الإنكار، لأن معناه جحد صفة من صفات الله عز وجل، وهو أن الله يتكلم، فهذا جحد لصفة من صفات الرحمن عز وجل، وهذا كفر بالله، نسأل الله العافية. الله جل وعلا لما ذكر قصة بني إسرائيل لما عبدوا العجل، قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فجعل من علامات بطلان عبادة العجل أنه لا يكلمهم، ولو كان الله لا يتكلم لقالوا لموسى: وأنت ربك لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: من المعلوم أن الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وجميع علمائنا كان يفتي بجواز الزواج بنية الطلاق، فهل صدر عنه رحمه الله تراجع عن ذلك؟ لا أذكر أنه حصل منه تراجع عن ذلك، بنى على ما في المغني، ولكن ما علم رحمه الله ما النتائج التي حصلت من التلاعب وزواج المصيف اللي يسمونه، ويذهبون ويعبثون بالنساء،
كل ليلة عند واحدة ما درى عن هذا عن هذه الأفعال التي استغلوا فتواه فيها، وما أظنه لو علم أنه سيستمر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من خارج البلاد، قل في بلدنا كثر التفرق والشحناء بين الشباب المتدين الذين يتمسكون بالحزبية وغيرها، فماذا تنصحونهم يا شيخنا؟ هذا من الشيطان، الشيطان يحرص على أنه يصد الإنسان عن الدخول في الإسلام، فإذا لم يستطع منعه جاءه من طريق آخر، وهو ما ذكره السائل من إلقاء الشحنة بين المسلمين، فعليكم أن تتجنبوا هذا الأمر، وأنتم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وإذا حصل اختلاف أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فاتركوا الشقاق وأصلحوا ذات بينكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واتركوا الحزبيات والتفرقات والزموا المنهج الصحيح، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سيروا على ما سار عليه السلف الصالح ولن تتفرقوا حينئذ. أما إذا تبعتم من جاء بعد القرون المفضلة من أهل الأهوى وأهل الآراء والأفكار فسوف تتفرقون بلا شك. أما إذا أخذتم منهج السلف الصالح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان فلن تتفرقوا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، من أخواتنا النساء، يقولن هناك بعض المشاغر النسائية يضعون كحل وأحمر شفاه يدوم لمدة سنة تقريبا، فهل هذا يدخل في الوشم المحرم؟ نعم، هذا من الوشم، الشيء الذي يبقى أثره في الجلد، يبقى أثره في الجلد، هذا هو الوشم. نعم. بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجزي الحاضرين والحاضرات، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.